اللي فاز بيه وادي دجله خلى وادي دجله يفوز لاول مره من 3 شهور بالظبط في الدوري. تمام. من 3 شهور اخر فوز كان يوم 16. لازم نحييهم برضو انهم يستحقوا التحيه. اجتهدوا بشكل كبير جدا. مظبوط. اللعيب اللي جاب الجون الاولاني ده مشروع ايمن. مواليد 2003 كريم. مواليد 2003. طبعا ماجد شاطر هيسقعوا وهيبيعوا ب 55 وانا بقول لك هو من دلوقتي يا ماجد انا بصيطهولك ده لعيب هايل ما شاء الله عليه. لو استمر على نفس البوش مش بس في الهدف في المستوى لا في المباراه كلها لا لا في الكره اللي قبل الهدف صح لما داس عليها كده وفات انا قلت الواد ده ما شاء الله عليه لعيب هايل. ايه رايك في ضربه الجزاء؟ ما فيهاش ضربه جزاء طبعا. ما فيهاش ضربه جزاء طبعا طبعا. لا ما انا بقى يعني مع احترامي للحكم الحكم ده انا ارجو احمد جمال كابتن احمد جمال كابتن احمد جمال حكم هايل شفت له ماتشات قبل كده كويسه جدا. لكن اتلعب في ودانه ازاي؟ في الفار. ما الفار هو اللي اتلعب ملعب في الفار. والبار جه قال له تعالى بص لا يعني يعني طب هو طبعا هو الواضح ان هو سيف هو اللي قدام اتقال له ان سيف هو بيلعب الهيد كوعه كان في لا ما هو راح شافها هو راح شافها راح شافها هو راح شافها بعد كده طبعا. فانت ايه رايك بقى في هو انا بشوف انه سيف قدام فاكيد غير متعمده واكيد ده جسم طبيعي وضعيه جسم غير طبيعيه متعمدة يعني غير متعمده غير متعمده لكن انا مش شايفها ضربه جزاء مش عشان سيراميكا كليوباترا مش عشان سيراميكا كليوباترا لكن انا مش شايفها ضربه جزاء. دي ضربه الجزاء اللي فاز بيها فريق وادي دجله على الجون اللي اتلغى ممكن يتحسب ايه رايك بقى؟ لا بس دي دينجرس بلاي معلش ما عليتش قوي رجله يعني الرجلين ماشي ممكن لكن دي ما فيهاش ضربه جزاء كانت تدخل